يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة أصلها غير يهودي ولا نصراني، بل تنصرت من أجل أن يتزوجها مسلم ولم تدخل في الإسلام، ولكن تنصرت لأجل ذلك، هل يجوز الزواج؟ لا، ما يجوز تغيير الدين، ما يجوز لأجل غرض من أغراض الدنيا، ما يجوز. لا يتزوجها مسعى الله يأخذ مسلمة، ولا يأخذ نصرانية أصلية، ما يبقى نصرانية يعني علشان الزواج فقط، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا. نعم.